قاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قاد الفريق البحريني للترايثلون للمشاركة في بطولة سموه للتاج الثلاثي للرجل الحديدي في نسختها الثانية، والتي انطلقت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثاني على التوالي، وبمشاركة أكثر من 1200 مشارك من مختلف دول العالم من المحترفين والهواة. وقد احتل سموه المركز الرابع في البطولة بعد أن قطع مسافة سباق البالغة 113 كيلومترا، محققا زمنا قياسيا جديدا في 4 ساعات و9 دقائق و5 ثوان. وقد أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته للمشاركة في هذه البطولة التي تقام في إطار البطولات العالمية الكبيرة، وبمشاركة أبطال الرجل الحديدي أصحاب الإنجازات العالمية. كما أشاد سموه بالمشاركة البحرينية المكثفة من الجنسين في هذه البطولة من خلال الأندية والمؤسسات والأفراد، الأمر الذي يؤكد انتشار هذه الرياضة بصورة كبيرة في المملكة والشرق الأوسط، حيث تترجم رؤية صاحب الجلالة العاهل المفدى في نشر الرياضات المختلفة انطلاقا من المملكة بعد أن استضافت البحرين العديد من بطولات الرجل الحديدي، بالإضافة إلى المشاركة البحرينية المختلفة في البطولات التي أقيمت بمختلف دول العالم، وحقق فيها أبطال البحرين العديد من الإنجازات عبر تحقيق المراكز المتقدمة. وفي هذا الإطار أشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة لبطولة ناصر بن حمد للتاج الثلاثي التي انطلقت من دبي للعام الثاني على التوالي بمشاركة أبطال العالم من المحترفين والهواة عبر اللجنة البحرينية الإماراتية المشتركة، حيث قدمت الكفاءات البحرينية خبرتها للمساهمة في تنظيم هذه البطولة. هذا وقد انطلقت هذه الجولة في دبي صباح اليوم في السباحة والدراجة الهوائية والجري، وقد شهدت البطولة إقبالا جماهيريا كبيرا من مختلف الجنسيات ومن وسائل الإعلام المختلفة التي حرصت على تغطية البطولة. وسوف تقام الجولة الثانية من هذه البطولة خلال شهر أغسطس المقبل على أن يتم تحديد الموقع فيما بعد، بينما ستختتم البطولة في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر.